السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات ويوميات حفصه. اليوم غنحضروا معكم فطائر اولا بريوش اللي كيجي رائع وسهل التحضير. عندي هنا واحد الكاس ديال الحليب دافئ اللي غناخذ واحد الاناء اولا واحد البانيو، عندي فيه داك الكاس ديال الحليب، وغندير نصف كاس ديال الماء كذلك دافئ، غنديرو وغندير عليه ملعقه كبيره ديال خميره الخبز. صافي كما قلت لكم غندير ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه اولا خميره ديال الخبز. كنديروا دائما هذه العمليه باش ينجح معنا البريوش ويجي خفيف. غندير كذلك ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، غنخلط هذه المكونات وغادي نغطيهم بالسيلوفان اولا بلاستيكه وغنخليو الخميره حتى تفعل ونرجع معكم. صافي انا بعد ما تفعلت الخميره هانتوما نتوما صافي كنضيف عليها ربع كاس ديال زيت المائده، كنضيف عليها 3 ملاعق ديال سكر سنيده، هو في المجموع 4 ملاعق. ضفت في الاول ملعقه، دابا غنضيف 3 ملاعق والسكر سنيده على حسب الذوق. صافي كنعاود نضيف واحد القبيصه ديال الملح، كنضيف واحد القشره ديال الحامضه اللي حكيتها، كنضيف النصف ديالها والنصف كنخلي حتى كنديرو في الكريم ديال الباتيسيير. صافي عندي هنا بيضه، غنضيف البياض ديالها واصفر بيضه، غادي نخليه حتى ندهن به هذا البريوش والاصفر كنحتفظ به كيف قلت لكم حتى كندهنو به. صافي دابا كنخلط هاد المكونات كاملين كيجي الصراحه بالقشره ديال الحامض احسن. تقدروا ديروا فاني اولا تقدروا تعوضوه بالقشره ديال الليمونه. صافي دابا غنبقى نضيف الدقيق اللي عندي هنا مغربل، غنقول لكم بالضبط شحال خدا معايا من كاس، تقريبا كيهز 3 الكؤوس ونصف حتى 4 الكؤوس. غنضيف الكاس الاول، غنضيف الكأس الثاني، بسم الله، وغنضيف واحد الخمارة، خمارة حمراء، صافي وكنخلط بالطراب. صافي انا بعد ما دخلت هادوك جوج كؤوس مع خمارة غنضيف الكأس الثالث، وهاد العجين ديال البريوش خاصو يكون رخو اولا رطب باش كينجح معكم البريوش وكيجي خفيف بحال القطن وزوين. صافي انا غنحيد الطراب وغنستعمل ايديا. صافي بعد ما حيد الطراب غنستعمل ايديا، غنبدا نضيف الكاس الرابع غير دقه دقه، ما نضيفوش كله. صافي انا كنجمع هكا، راه كل النوع كل واحد والنوعيه ديال الطحين اللي عنده، كاين الدقيق اللي كيتشرب دغيا وكاين اللي لا. صافي انا بعد ما لميت العجين قبل ما نبدا ندلكها غنضيف ملعقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ وكندخل فيها ديك الزبده مزيان، ملعقه تكون مملوءه جيدا. صافي دابا غنبقى ندخلها في هذيك العجينه وانا كندلك بحال هكا. هانتوما البنات راه تكون هذه العجينه مرخوفه ولكن ما كتلصقش في اليد، بغيتو ديروها فوق سطح العمل وتخدموها مزيان كان احسن، بحال هكا تدلكوها. ولا شفتوها كتلتصق لكم غتضيفوا القليل من الدقيق ماشي مشكل. تقريبا انا هاد العجينه البنات راه خدات معايا 4 ديال الكؤوس ديال الطحين، اي ما يعادل 400 غرام. صافي دابا غنرش القليل من الدقيق، صافي نجمعها باش نخليها تختمر.
صافينا بعد ما البنات دلكت العجين شوفوها راه مرخوفه، وانما ما كتلتصقش في اليد تاع نتوما. دابا نفس الاناء فاش عجنتها غادي نرشو بالقليل او ندهنو بالقليل من زيت المائده، ونخلي هاد العجين حتى تختمر، وندوزو دابا باش نحضرو الكريمه باش غادي نحشيو هاد البريوش. بالنسبه للكريمه خديت هنا واحد الكاسرونه اللي غندير فيها جوج كؤوس ديال الحليب. بسم الله. كاس تاني غنضيف جوج ملاعق اولا 2 ملاعق كبار ديال السكر سنيده، غنضيف جوج معالق كبار ديال السكر سنيده والسكر على حسب الذوق. درت هنا جوج معالق كبار باش ما بغيتوش يجيني حلو بزاف صافي. كذلك غادي نضيف جوج معالق كبار ديال كريم باتيسير اولا تقدروا تستبدلوه بالنشا كيف ما شفتوني راه درتهم كبار. غنضيف واحد الساشي ديال سكر فاني، وغنضيف هذيك القليل من القشره ديال الحامض اللي بقات ليا صافي. كنحرك الكل بارد عاد كنديرو فوق النار. صافي غندير الكل على النار تطبخ الكريمه وتعقد ونرجع معكم. صافي هنا الكريمه راه واجده عندي بعد ما كتعقد بحال هكا كتولي كريمه. غادي نضيف عليها واحد الملعقه صغيره ديال الزبده باش ما تكونش لينا ديك القشره من الفوق صافي، وغنحرك حتى كذوب هذيك الزبده. هانتوما راه ولات واجده عندي، ومع هذيك القشره ديال الحامضه راه كتعطي واحد اللذ وواحد الرائحه رائعه صافي. انا خديت واحد الزلافه اولا واحد الاناء اللي غنخوي فيه هاد الكريمه باش نخليها تبرد على خاطرها. غنخليها تبرد فوق سطح العمل عاد من بعد نديرها شوي في التلاجة باش تشد راسها. بالنسبه للناس اللي بغى يسبقوا الكريمه هي الاولى اللي بغيتو، اما راه حتى هكا راه كتبرد دغيا. دابا غنغطيها بالسلوفان ونرجع معكم باش نوريكم كيفاش غادي نشكلوا العجين. ما اختمرت ليا العجين كتشوفوها كيفاش ضعف الحجم ديالها ديال البريوش. دابا غادي نحيدوها نحلو بعدا عليها السلوفان، وغادي نحطوها فوق سطح العمل. قبل ما نحطوها فوق سطح العمل كنفشو منها ديك الخميره صافي. ودابا غادي نحطها بسم الله صافي. هنايا غادي نبدا نشد اليد ديالي، غندهنها بالقليل من زيت المائده حطها حدايا، وغنبزقهم اولا غنقرصهم بحال لا بغيت نقرص العجين ديال المسمن. نتوما تشوفوا القياس اللي بغيتو ديال هاد الفطائر، تقدروا ديروهم كبار تقدروا ديروهم صغار، الا كان عندكم الميزان تقدروا تعبروهم وديروهم قد قد. انا هنايا عيني ميزاني، غنقطعهم ونقول لكم شحال خدات معايا هاد العجينه من كويره اولا شحال خرجت ليا من كره. كيف ما كتشوفوا هنا راه خرجت ليا 12 كويره. عندي هنايا صفيحه ديال الفرن اللي غندهنها بالزيت باش ما يلتصقوش ليا هاد الفطائر اولا هاد البريوش ما يلصقش ليا ملي نطيبو اولا كتفرشوا ورق الطبخ اللي توفر لكم تقدروا ديروه صافي. دابا غناخذ هاد الكويرات غنعاود نسويهم اولا نقادهم مزيان بحال هكا غير بين يديا باش يجيو هكا كويرات. غنحطهم في صفيحه الفرن وغنحطهم مبعدين، ما غاديش نقربهم لانهم باقي غادي يسرحوا وغادي يلصقوا ليا صافي. صافي بحال هكا كيف ما كتشوفوا راني باعدتهم. دابا غادي ناخذ واحد الكاس ديال القاع اولا القعر ديالو اولا القاعده ديالو تكون شويه عريضه، لاننا غادي نحفروا هاد الفطائر. وغناخذ كذلك واحد التبسيل فيه القليل من الدقيق الابيض فاش غادي نفند اولا غادي ندير هاد القاعده ديال الكاس بحال هكا، وغادي نحفروا بحال هكا
صافي، وكتهزو غير بشويه لان العجين خفيفه، ولا ما تحفرتش لكم مزيان كتعاودوا بالكاس اولا كتعاودوا بالاصبع ديالكم بحال هكا. كنعاود ملي كنحيد الكاس من العجينه كنعاود نديرو في الطحين بحال هكا، وكنعاود نضغط على الكويره الاخرى بحال هكا، كندير في الدقيق وكنضغط على العجين. هانتوما بحال هكا بعد ما حفرتهم هكا بالكاس، وكنعاود هكا باليد ديالي لان العجينه خفيفه ورطبه. صافي دابا غنجيبو ديك الكريم باتيسير لانني خشيتها درتها في الثلاجه بعد ما خدات الحراره ديال المطبخ بعد ما بردات شويه في على سطح العمل. صافي دابا غادي نجيبها باش نعمرو هاد الحفيرات بها. صافي شوفوا هنا كريم باتيسير بعد ما عقدت، ماشي مشكل، كناخدها هكا وكنديرها في هذيك الحفيره ثم من بعد وغادي نسويها ونقادها مزيان. صافي بحال هكا تقدروا ديروا الحشوه اللي بغيتوا في الوسط. صافي انا بعد ما فرقت هذيك الكريم باتيسير كلها على هاد على البريوش اولا الفطائر، عندي هنا واحد الكميه من التفاح اللي غادي ندير نصف فيه التفاح، والنصف اخر غادي ندير فيه الخوخ. صافي هنا بعد ما درت التفاح، دوك اللي درت فيهم التفاح غندير فيهم القليل من الزبيب، غير هكا شويه حبيبات هكا باش يتزينوا ويجي داك التزيين زوين. تقدروا تستغناو على هاد التفاح، تقدروا تستغناو حتى على الكريم باتيسير الا ما توفرتش لكم، تقدروا ديروا الشوكولات اولا تقدروا ديروا الكونفيتير اولا اي حاجه تقدروا تعمروا بهاد الفطائر اللي توفر لكم. صافي دابا هنا بعد ما درت الزبيب والتفاح، صافي هادو بعد ما درت فيهم التفاح والزبيب، واحد الكميه غندير فيها حبيبات ديال الشوكولات هكا ديال الكوكيز من الفوق بحال هكا. كيجي الصراحه هاد الفطائر زوينين، غادي تشوفوهم وغادي يعجبوكم، كذلك حتى غادي تجربوهم ومن اول تجربه غادي ينجح معكم. اما الكميه الاخرى اللي تبقات، عندي هنا طرف من الخوخ ولا واحد نصف خوخه اللي غادي كذلك نديرها من الفوق ديال هاد الكريم باتيسير. صافي هنا بعد ما هادو درت فيهم الشوكولات، هادو درت فيهم التفاح والزبيب وهادو الخوخ، غناخد هذاك الاصفر بيضه اللي غندير فيه قطرات من الحليب. صافي وهكا غادي ندهن هاد الجناب ديال البريوش، غير هاد الجناب كيف ما كتشوفوا راه عاودت طلعت فيهم الخميره لان الحال سخون. صافي انا راني شعلت الفران لانهم طلعوا نسبه الى كان الجو بارد وباقي ما طلعوش لكم اولا هكا ما خمروش، كتدهنوهم وتغطيهم بشي منديل وتخليهم حتى يعاودوا يضاعف الحجم ديالهم ويخمروا، عاد كطيبوهم باش كيجي هذاك البريوش ناجح معكم وكيجي زوين وخفيف، لان هذاك هو السر ديالهم هو يخمروا مزيان. صافي هكا نستمر في الدهن ديالهم. صافي هنا بعد ما دهنتهم كاملين غادي ندخلهم دابا للفرن يطيبوا ونرجع معكم ان شاء الله. وهنا بعد ما الفطائر طابوا وخرجتهم كتشوفوهم كيفاش كيكونوا راه رطبين وكيتحمروا هكا من الفوق ومن التحت، شوفوا التحميره ديالهم كيفاش كتجي زوينه، كيجيوا البنات هشاش ورطبين والله العظيم، غير جربوهم غير يعجبكم. دابا غندهنهم بالكونفيتير، انا كنستعمل هذا ديال الحلويات، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر بعد ما بردوا ودهنتهم بهذاك الكونفيتير، كيعطيو هكا هاد اللمعه وهاد الهشه وكيجيو خفاف. شوفوهم كيفاش كيجيو من الوسط، كيجيو غزالين والعجينه ديالهم خفيفه خفيفه. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، تبارطاجيوهم مع الاصدقاء والحباب، تدعموني بالليك وبالاشتراك وبالضغط على الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديال القناه ديالي فرجة ممتعة.